تتكلم، لان انت خلاص يعني تقريبا 72 ساعه ان لم يكن اقل وهندخل في مواجهه افريقيه جديده، ومواجهه هي تعتبر طبعا مش سهله ابدا. احنا كل ما بنتعمق كل ما الصعوبه بتبقى كمان فنيا اكبر بكتير. الجوله الثالثه من منافسات دوري ابطال افريقيا امام شباب لوزداد زي ما كنت بقول لحضراتكم، وهي مباراه اللي واخده خلينا نقول بالتاكيد اهتمام الجمهور الاهلاوي، وهنا نقدر نقول امور كبيره واعتبارات كمان كتيره جدا، اهمها فكره تاكيد أكيد صدارة المجموعة قبل ما تروح بقى للجزائر في الجولة إن شاء الله الرابعة مواجهة بلوزداد في ماتش العودة. دايما يقول لك وأنت في أرضك، دايما يقول لك وأنت في الذهاب حاول تحقق المطلوب، تحديدا لما تبقى وسط جماهيرك. يا جماعه اخلصوا بدري، اخلصوا بدري، اطمنوا بدري، طمنوا الجماهير بتاعتكم بدري، خلونا نلعب واحنا مرتاحين بدل ما واحنا متوترين. للاسف الشديد ده ما شفناهوش في الفتره اللي فاتت يا كريم في كل المباريات. لا، في مباريات كنا بنستنى الاخر مثلا يعني 15 دقيقه عشان تحسم، في الاياب بعد خلاص يعني بعد لما بيبقى روحك شويه طلعت. بصراحه خلينا نقول بنحقق فوز يا كريم برده هذا الموسم، لكن برده بنحققه بصعوبه الى حد ما. خليني اتكلم بصراحه عشان انا ما بحبش بصراحه برضو الواحد يطلع يجمل الصوره. الصوره جيده، الصوره لسه فيها كلام كتير جدا في تفاؤل، لكن برضو المشهد ربما ليس الاسهل، مش هقول ليس الافضل، هقول ليس الاسهل. عندك توقف طويل طبعا لدوري ابطال افريقيا عشان كاس الامم، بعد كده الافريقيه هترجع بعدها في شهر مارس باذن الله. فاتمنى ان احنا ناخد الامور بحزم شويه، مش حابين برضو ان احنا نفقد اي نقاط في افريقيا تحديدا ولا في الدوري. والله بيني وبينك أكيد لان الانجاز أكيد. اللي انت برضو او اللي اتحقق الموسم الماضي، قلنا الكلام ده، قلنا في بداية الموسم يعني من اول ما ابتدينا اول حلقه مع حضراتكم قلنا يا جماعه الموسم ده هيبقى صعب جدا. ليه؟ لانك خارج من موسم استثنائي طبعا. لازم رقم واحد هتحافظ عليه، رقم اثنين لازم تحقق ما هو افضل منه، الجماهير بتاعتك هتنتظر منك ده، مش هتتوقع منك حاجه اقل تماما. الواحد كل ما بيعلى في المستوى بتاعه كل ما بيكون مطلوب منه يا الحفاظ ده ان لم يكن الافضل. فموسم اكيد اكيد مش سهل، فيه تحديات كبيره جدا، ومش بس الجماهير بتاعتك يا كريم هي اللي بتبقى عامله عليك الضغط ده، لا على فكره كل الفرق المنافسه سواء على المستوى المحلي كمان او الافريقي، لان انت بتبقى ظاهر، انت باين جدا، كله عايز ينافسك، كله عايز يعني يحط عليك، خليني اقولها بالشكل ده، كله عايز يحس ان هو كمان ايه بينافس النادي الاهلي، بينتصر على النادي الاهلي. شفنا ده من التصريحات المختلفه كمان لفرق، هرجع اقول تاني فنيا بعيده جدا، لما يطلع مدير فني او حد من مجلس الاداره يجي يقول لك لا لا انا متوقع الفوز، لا انا ما عجبنيش نتيجه التعادل، انا كنت معتقد ان انا هفوز على النادي الاهلي. كل دي تصريحات ما كناش بنسمعها زمان، بس اوكي يعني الطموح بيقول لك دايما ايه حلو، حلو اكيد الطموح حلو طبعا. الطموح حلو. خليني بقى انا على الصعيد الثاني اللي هو طموح المنافس حلو، لكن خليه دايما اخليه يعني او احسسه ان هو طموح وحلم في نفس الوقت، هو لا يمكن يحقق على الارض او صعب جدا ان هو يحقق على الارض. خلينا يعني نحاول على قد ما نقدر، واعتقد النادي الاهلي ده اللي احنا معودنا عليه برضه. طبعا احنا الفتره دي اتقال علينا ان احنا بنمر بمرحله مفصليه انجاز التعبير، احنا دلوقتي قدامنا ثلاث بطولات محتاجين في البدايه ان احنا نحسم صداره الترتيب في دوري ابطال افريقيا، بعدها هنروح على مونديال العالم للانديه اللي اصبحت خلاص انت كاهلي انت الفريق الافريقي الوحيد الضيف شبه الدائم على هذه البطوله، وعندك مواجهه في منتهى السخونه، مواجهه محتمله مع اتحاد جده السعودي، وطبعا الماتش ده هيكون ماتش تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمه. ثالث حاجه عندنا سوبر الابطال في نهايه الشهر، ودي بطوله في حد ذاتها، يعني دي بطوله لوحدها، يعني قبل فتره التوقف الدولي في يناير اللي جاي من المهم جدا 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 ان احنا نكون محققين التارجت المناسب في الثلاث بطولات. وطبعا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي التارجت المناسب هو الحصول على هذه البطولات، يعني بالمناسبه يعني، وده ودي كمان كانت من ضمن التفاصيل اللي وقف عندها واللي اتكلم عنها كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي مع الجهاز الفني، وبالتحديد في حواره وحديثه مع مستر كولر.